بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. أخوكم أحمد المالكي، أنا عضو مجلس إدارة في الجمعية السعودية للإرشاد السياحي. والجمعية عندها مبادرة السنة هذه برعاية من وزارة الثقافة، أن احنا نقدم خدمة الإرشاد المجاني لزوار منطقة جدة التاريخية على مدى شهر رمضان. ولله الحمد توصلنا أنه تأمين 5 مرشدين يوميا، وزملائنا المرشدين تم جدولتهم على اساس انه يكونوا مغطين للمنطقه هذه جدة التاريخيه، بحكم ان احنا المرجع الوحيد للمعلومات كمرشدين سياحيين، واتكلم عن المعلومات الموثقه هنا والقصص التراثيه والمباني واصحاب المباني. فلله الحمد ابتدينا هنا مول رمضان، وسنستمر باذن الله تعالى الى يوم 28 حسب الجدول الموضوع، ولكن سنكون ان شاء الله تحت الخدمه حتى بعد نهايه 28 وحسب الطلب باذن الله تعالى. اهم الاشياء اللي يتم الوقوف عليها المباني التاريخيه، نختار مجموعه من المباني التاريخيه للتحدث عن مالكيها وعن تاريخها وعن بعض مميزات البناء الحجازي بالرواشين الحجازيه. وفي نفس الوقت المسار حقنا ثابت، ولكن عليه مثلا عدة معالم توصل لحد 25 معلم، يختار منها المرشد خلال جولة لمدة ساعة 7-8-10 معالم.